أنا مارسيل. العتال كان بيشتغل تحت إيدي قبل ما تموتوه. الألماس ده بتاعي. الوحش. يا أهلا يا أهلا. بس الألماس ده بتاعنا دلوقتي. أنا متابعك من زمان أنت وصاحبك اللي ما عادش صاحبك، وعارف اللي عملتوه مع العتال قبل ما يموت على أيديكم. أنا معجب بذكائك وشجاعتك وعايزك تشتغل معايا يا سفينة، تبقى الراجل بتاعي هنا في مصر. أنا بحتاج لناس مخلصين زيك. بس أنا يا باشا محبش أشتغل تحت إيد حد. مش عايزك ترد دلوقتي، أنا عايزك تفكر وبس. أنا عارف إنك بتحب تحسب كل حاجة بدماغك وكل خطوة تخطيها، مش زي صاحبك اندفاعي وإيده سابقاه. أنت تعرف كتير يا باشا، تخوف بصحيح. طب الألماس هاخده منك دلوقتي، ما أنا عارف إنه في جيبك. الجاكيت تقيل، واضح إنك مخبيه فيه، كمان ما عندكش مكان تقدر تخبي فيه الحاجة اللي زي دي. أول ما الألماز يبقى معانا هتاخد فلوسك وتمشي. 5 مليون. طالما كده بقى يبقى الحاجة ايه؟ بس ده مش معناه إن وافقت على العرض بتاعك. هفكر. تمام. ولا يا ربيع فكر، فكر ورد عليا.